ينسف أرضية ملعب مختار التتش في الجزيرة بداعي أن هي تسببت في إصابة عديد طبعا من لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. لكن دكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي كان ليه رأي تاني خالص، واتكلم عن كم الإصابات اللي تعرض لها نجوم النادي الأهلي واللي تسببت طبعا أن النادي الأهلي يفقد الفريق أبرز اللعيبة اللي فيه في المباريات اللي فاتت. وصل الأمر لأن تكون طبعا أحد الأسباب في ضياع بطولة دوري أبطال أفريقيا وكمان الخروج من منافسات بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب. حرص طبيب النادي الأهلي في تصريحاته على التأكيد أن إصابات لعيبة الفريق في بداية الأمر قدر ومكتوب، وده حاجة ما يقدرش يتسبب فيها أي لاعب بيمارس أي رياضة، ومش بس كرة القدم، ده بيتكلم على أي رياضة تانية. وقال كمان خالد محمود أن التعرض اللي هو تعرض له من هجوم في الفترة اللي فاتت وصل الموضوع طبعا للمطالبة برحيله من منصبه، وده في حد ذاته بيمثل ضغط نفسي كبير جدا عليه، لأن هو بريء من كل الإصابات دي، وأي طبيب تاني لو مكانه في الفريق هيتعرض لنفس الانتقادات، لان طبعا وظيفته في النهايه علاج اللعيبه من الاصابات واللي بتحدث ليهم طبعا، وهو مش متسبب في اي اصابات سواء في التدريبات او في المباريات. وحرص طبيب النادي الاهلي برضه ان هو ياكد ان وليد سليمان لاعب الفريق سبب من اسباب براءته، خصوصا ان هو تعرض لنفس الهجوم مؤخرا لما تخلف وليد سليمان عن المشاركه في احدى التدريبات بعد ما وصلوا للجزائر قبل مباراه شباب الثوره في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان نفس الهجوم ده او بسبب نفس الهجوم ده ظهرت براءته من الظلم لما نجح ان هو يعالج صباع رجل وليد سليمان واللي كان بيشتكي من كدمه قويه جدا، وشارك في المباراه اساسي برغم ان هو كان مصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبه في نهايه المباراه. فده طبعا بيؤكد ان هو تعرض لاصابه ثانيه غير اللي كان متعرض ليها قبل ما يبتدي اللقاء، وقال ان ده في النهايه ان هو حريص جدا على توضيح الامور عشان ما يتقالش انه بالفعل مذنب في الاصابات دي، وان هو في النهايه بيتقبل اي قرار من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان هو يرحل او يستمر مع الفريق، لانه طبعا راضي عن اللي بيقدمه من جهده مخلص على مدار مهمته واللي اتكلف بيها في منصبه. تابعنا معاكم اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف اهم اخبار النادي الاهلي من